مثال، حنقوم بحل المثال هذا، وطبعا حيظهر عندك المثال على الشاشة، حنقوم الآن بحل مثال محلول في الكتاب، وحيظهر عندك الحل على السؤال على الشاشة، والحل حكون عندي على سبورة. تمام؟ تمام. مثال رقم واحد، بقول التاريخ 1/1 تأسس أحد البنوك برأس مال قدره 6 مليون دينار، أوضع نصفه في البنك المركزي والنصف الآخر في الخزينة. تمام؟ طبعا هنا ما بديش أروح أسرد كل المثال، جزئية جزئية وحنشوف كيف نحلها. تمام هيك؟ تمام. طيب الجزئية الأولى محتاجة قيد، نعمل قيد على بركة الله. حنقول من مذكورين، هذا تمرين مثال رقم واحد، حل مثال رقم واحد، من مذكورين حساب الخزينة حساب البنك المركزي إلى حساب رأس المال، كم رأس المال؟ 6 مليون. كم رصيده خلال البنك؟ 3 مليون. والخزينة 3 مليون. تمام؟ هاي الجزئية الأولى. وخلال يوم العمل تم كما يلي، تم تزويد صندوق الفرع للمدفوعات في صباح ذلك اليوم بمبلغ 630 ألف دينار. تم تزويد صندوق الفرع للمدفوعات صباح ذلك اليوم بمبلغ 630 ألف دينار. هنا يا شباب القيد هذا، العملية هذه بتكون لها قيد. ليه؟ لهذه عملية داخلية، كويس؟ داخل القسم مش حيكون الا قيد، ولكن حتظهر وين؟ في الكشوفات. حتظهر وين؟ في الكشوفات، وحنشوف كيف بنظهرها في الكشوفات كمان شوي، بس بعد عمل القيوس الاول. تمام؟ تمام. في انا عندي عملية ثالثة، تم شراء عقار بقيمة 150 ألف دينار نقدا، أثاث 50 ألف دينار نقدا، سيارات 80 ألف دينار نقدا. إذا عملية شراء تمت إيش؟ نقدا. إذا هذه العملية الأولى. العملية الثالثة حنقول من حساب مذكورين سيارات، من حساب عقارات، حساب إيش؟ أثاث. أثاث الحساب ايش؟ خزينة رأسية. تعال نشوف المبالغ. عقارات 150، أثاث 50، وسيارات 80 ألف. بطلع عندي 280 ألف. تمام؟ تمام. نكمل. تزويد الفرع رقم 3 بمبلغ 40 ألف. الفرع طبعا هنا الفرع له استقلالية مالية، نظام محاسب مستقل، عن في كل فرع له استقلالية مالية، يعامل معاملة مستقلة. فالفرع تم تزويد الفرع بمبلغ 40 ألف دينار. إذا حنقول من حساب الفرع ونذكر اسم الفرع أو رقمه إلى حساب الخزينة، وهي 40 ألف دينار. 40 ألف دينار. خمسة، تم دفع رواتب الموظفين بمبلغ 100 ألف
دينار، تم دفع رواتب الموظفين بمبلغ 100,000 دينار. إذا هنقول 5 من حساب مرتبات إلى حساب الخزينة، وهي 100,000 وهي 100,000. تمام. اللي بعدها، قام أصحاب البضائع الآجلة بإيداع مبلغ 290,000 دينار في حساباتهم في حساب الوديعة تاعهم. فهنا 6 إيداع. هنا يا شباب كل إدراهان 3 و 4 و 5 سحب، 3 و 4 و 5 سحب مدفوعات، 6 هان إيداع. فالخزينة حيدخلها أموال، فهتكون مدينة، إذا آخذة، إذا من حساب الخزينة إلى حساب ودائع لأجل، ودائع لأجل، اسم الودائع ودائع لأجل، 290,000، 7، قام أصحاب الحسابات الجارية بإيداع 150,000 دينار في حساباتهم. قام أصحاب الحسابات الجارية بإيداع نفس الشغلة من حساب الخزينة، طالما أن إيداع فالخزينة هتكون من حساب الخزينة إلى حساب حسابات جارية. إيش في الحسابات الجارية؟ 150,000. قام أصحاب ودائع التوفير بإيداع 80,000 في ودائعهم. إذن في عندي من حساب خزينة إلى حساب ودائع توفير بال 80,000. 9، قام أصحاب الودائع بشراء بالسحب. إدارة سحب، سحب خزينة هتكون إلى، إذا إلى حساب الخزينة من حساب ودائع بإشعار. كم المبلغ؟ 50,000. 10، تم سحب مبلغ 40,000 من حسابات الجارية المدينة. وقدام شوية المحاضرة القادمة هنفرق بين حسابات جارية دائنة وحسابات جارية مدينة، ولكن الآن نكتب كما هي حسابات جارية مدينة. طالما سحب، سحب معناته الخزينة هتكون ايش؟ إلى، إذا إلى حساب الخزينة ومن حسابات جارية مدينة. كم القيمة؟ 40,000. تم تحصيل امتيازة لأحد العملاء مبلغ بقيمة 80,000 دينار. تم تحصيل كمبيالة لأحد العملاء بمبلغ 81,000 دينار. المبلغ عدوه يا شباب 81,000 دينار. تم تحصيل كمبيالة. إذا حصلنا كمبيالة، إذا قيمة كمبيالة وين دخلت؟ في الخزينة، في حسابات الخزينة نقدر. إذا هنقول من حسابات الخزينة إلى حساب إيش؟ كمبيالات محصلة 81,000 دينار. كمان 12، تم تسديد كمبيالات نيابة عن عملاء من حساباتهم الجارية قيمة 50,000. إذا من حساب
كبات جارية. طب ليش قلنا حسابات جارية مش كمبيالة؟ كمبيالة مثلا الكمبيالة ما اتخذت في حساباتنا احنا. الكمبيالة هنا يا شباب احنا سحبنا من حساب جاري العميل واعطينا المخول بالمبلغ بالتحصيل. اجى احد الزبائن عندنا وتدبر بالكمبيالة هذا واحنا اعطيناه قيمتها. منو قيمتها؟ من حساب جاري العميل. ايش صار في حساب جاري العميل؟ نقص. والخزينة ايش؟ رصيدها ايش؟ نقص 50,000. اخر قيد 13 وهو قام اصحاب ودائع التوفير بسحب 30,000 من ودائع. اذا من حساب ودائع التوفير الى حساب الخزينه قيمه 30,000. لو جينا على المطلوب هلاحظ المطلوب تسجيل قيود القيود اليوميه المركزيه وقبلها قال لي تسجيل قيود اليوميه في الخزينه المساعده وحنسجلها ان شاء الله. وقال لي حكاية اعداد كشوفات حركة النقدية في الخزانة الرئيسية والخزينة الرئيسية والصناديق الفرعية. وحنعد الآن ماشي صندوق الفرع المدفوعات، صندوق الفرع المنقوضات، صندوق الفرعي صندوق الخزينة حركة الخزينة ايش؟ الرئيسية. طبعا هنلاحظ مشكلة انه انا عندي لوح صغير مش حقدر اكمل الا من خلال امسح ايش؟ اللي انا ايش؟ كتبته. فعشان هيك يا ريت يا شباب عندكم على ورقه تكتبوا كل القيود هذا حتى نتبع مع بعضنا واحده واحده ونثبت ايش؟ الحركات الحركات في كشف الحركه بالشكل اللي احنا حنشتغل عليه الان. هنرجع ليش؟ لكل عملية ونتبع واحدة واحدة ونعمل كشف الحركة. تعال نشوف. هاي حركة كشف حركة خزينة الرئيسية. وهي مقبوضات وهي مدفوعات كشف حركة صندوق المدفوعات. نفس الشيء مقبوضات مدفوعات. وهان حركة صندوق المقبوضات. تعال نشوف كيف نقوم بالعملية التالية هذه كالتالي. أول شيء بدي أرجع لأول خطوة. الأول عملية تمت في المثال. أول شيء بحكي لي إنه تم تأسيس أحد البنوك برأس مال 6 مليون، نصفه أودع في البنك المركزي والنصف الآخر أودع وين؟ في الخزينة. إذا سؤال، القيمة اللي دخلت الخزينة قديش؟ كان القيمة داخل الخزينة 3 مليون صحيح؟ طب ها ماليش فيها. الجزئية هذه ما يخص ايش؟ المبلغ الوارد إلى قسم الخزينة. إذا 3 مليون من حساب رأس المال إلى حساب رأس المال اللي هو تأسيس رأس المال.
حتى ما بنحكيش من ولا، لأن هذا كسب حركة. تمام؟ تمام. أيوة، خطوة أولى. تم تزوير صندوق الفرعي للمدفوعات بقيمة 630 ألف دينار. طب السؤال فيني. طب قبل نرجع للعملية الأولى. لما أنا استلمنا، لما أنا تم تأسيس البنك وقلنا من مذكورين 3 مليون حساب البنك المركزي، 3 مليون حساب الخزينة الرئيسية إلى حساب رأس المال. سؤال، خزينة رئيسية قبضت ولا دفعت؟ قبضت. كم قبضت؟ 3 مليون. تمام؟ الحين خزينة رئيسية من المبالغ الموجودة عندها حتقوم بتغذية الصناديق الفرعية، تغذية الصناديق الفرعية. فهنلاحظ انه الصندوق الفرعي في الحركة الثانية تم تغذيته ب 630 ألف قبل صرف، قبل 630 ألف. تمام؟ مبلغ استلمه مستلم من خزينة ايش؟ الرئيسية. طب بالنسبة للخزينة الرئيسية المبلغ مدفوع، اذا 630 ألف صادر إلى صندوق المدفوعات، صادر إلى صندوق المدفوعات. نيجي بعدها، تم شراء عقارات بمبلغ 550 ألف. قلنا قيد من حساب عقارات، حساب الأثاث، حساب السيارات، إلى حساب الخزينة. إلى حساب إيش؟ الخزينة. طيب إذا هنا وين حيظهر عندي الحركة هذه؟ في حركات صندوق المدفوعات. إيش عندي؟ 150 ألف. 150 ألف اللي هو قلنا عقارات، 50 ألف أثاث، وثمانين ألف سيارات. 80 ألف إيش؟ سيارات. بحكي لي تم تزويد الفرع رقم 3 ب40 ألف. من وين تم تزويده؟ من صندوق المدفوعات. من صندوق المدفع. طالما في صندوق مدفع في قيمة، بنقدر نقسم صندوق ايش؟ المدفع. بنقدرش فبنروح من الخزينة الرئيسية الوضع عليه خلاف. تمام؟ إذا أنا عندي 40 ألف فروع. تمام. تم سحب مبلغ 300 ألف من حساب البنك تم سحب مبلغ، يبقى هذا ما سجلش 4 رقم 4. تم سحب مبلغ 300 ألف من حساب البنك لدى البنك المركزي، يعني البنك المركزي كان فيه مصاري احنا سحبنا منه. اذا قلنا من حساب الخزينه استلمت، من وين جاي المبلغ؟ من خلال البنك المركزي اللي هو 300 ألف. طيب 300 ألف وين راحوا؟ حيدخلوا في كشف حركة الخزينة. كشف حركة ايش؟ الخزينة. حيدخلوا شباب في كشف حركة ايش؟ الخزينة. اي خزينة؟ طبعا هنا البنك المركزي او المدير ما بيتعاملش مع ايش؟ الفروع الصناديق الفرعية، بيتعامل مع الخزينة الرئيسية. فالمبلغ هنا لما يستلم حيستلمه المدير، لأن هذا شباب ما يسجل في الخزينة الرئيسية العمليات الغير متكررة، العمليات الغير متكررة. ولكن العمليات المتكررة
سجل في صيدلية فرعية. اتفقنا؟ اتفقنا. زائد العملية المتكررة والعملية ايش؟ مبالغها صغيرة أو حسب النظام. أو حسب النظام وين مسجل يتم ايش فعله. فهنا عندي سيارات عندها ثلاث صحيح غير متكررة، لكن قد يكون النظام هو نظام أو نظام المدير، النظام التعليمات الخاصة بالمدير أو بالبنك، هو بيقول لك إنه العمليات هذه تتم من واسطة أمين صندوق المدفوعات، بواسطة أمين صندوق ايش؟ المدفع، حسب الإجراءات والتعليمات وأمورها. تمام؟ فهنا المبلغ المستلم المدير الخزينة حيستلمه هم 300,000. هنا حنقول البنك المركز. تمام؟ تمام. بقول لي تم دفع رواتب الموظفين ب 100,000. إذا كيف تم الدفع؟ من خلال أمين موظف المدفع مدفوعات والمدفوع المنقوضات. طبعا من خلال موظف المدفوعات. خلال موظف مين؟ المدفوعات. طب العملية قبل صار ولا دفع؟ دفع. إذا هنا بيقول 100,000 مرتبات. تمام. إيش كمان؟ قام أصحاب الوداع الأجل إيداع 290,000 دينار في حساباته. عملية إيداع يعني قبض. فالبنك قبض من خلال الخزينة. من خلال أمين صندوق المدفوعة المقبوضات. فالمقبوضات هي مقبوضات. وهنا مدفوعات. تمام؟ إذا صندوق الفرع للمقبوضات حيقبض. كم مبلغ يقبض؟ 290,000 من خلال ودائع آجلا. تمام. قام أصحاب الحسابات التجارية بإيداع 150,000. إذا في عندنا 150,000 ودائع من خلال حسابات جارية العملاء. تمام. قام أصحاب الوداع بإيداع وداع التوفير بإيداع 80,000. إذا في عندنا 80,000 ودائع توفير. قام أحد أصحاب الودائع بإشعار بسحب. سحب يعني مشروع. سحب 50,000. إذا هي عندي 50,000 ودائع بإشعار. تم سحب مبلغ 40,000 من حسابات تجارة المدينة نفس الشغلة. حسابات جارية مدينة. تمام؟ تم تحصيل كمبيالة لحساب أحد العملاء. تحصيل كمبيالة لأحد حسابات العملاء مبلغ 81,000. مين حصل؟ البنك. من خلال مين؟ خزينة. خزينة استلمت. فبالنسبة لأمين صندوق المقبوضات قبل كم قيمة؟ 81,000 كمبيالات محصلة. تمام؟ تمام. تم تسجيل كمبيالات نيابة عن عملاء. كمبيالات عن عملاء قلنا من حساب حسابات جارية دائنة لحساب الخزينة. فحنقول حسابات جارية دائنة سداد كمبيالات في قوسين للتوضيح ويبقى 50,000. تمام؟ تمام. قام أصحاب ودائع توفير بسحب 30,000 من ودائعهم. إذا في عنده 30,000 شكل في اللوح ودائع توفير. ودائع توفير خلصنا؟ خلصنا. إذا عندي هنا شباب بدون عندي
أن أقوم في نهاية اليوم صندوق الفرع للمدفوعات هيجمع المبالغ المستلمة كويس؟ أشوف أفلام وهيروح يجمع المبالغ المدفوعة والمتبقي هيتم توريده إلى الخزينة الرئيسية. تعال نشوف اجمع 150 و50 هي 280 280 و40 320 320 420 470 470 510 560 590 590 تقريبا. المستلم كم المستلم؟ 630. كم المتبقي؟ 40 صندوق المدفوعات 40. إذا لو أنا عملت ترصيد هلاحظ إنه أنا عندي هنا 630 عند الكتاب موجودة وهنا المبلغ المستلم 630 والمدفوع 590 فمعناته حيكون عندي هنا 40,000 مرحل إلى الخزينة وهنا هنقول مستلم عندي هنا ايش؟ 40,000 مستلم من الخزينة من صندوق المدفع مستلم من صندوق ايش؟ المدفع. خلصنا هيك؟ هاي الكشف خلصنا منه. نيجي على الكشف الثاني كشف صندوق المقبوضات ونشوف انا ايش فيه. نيجي على كشف صندوق المقبوضات بقول لي كيف صندوق المقبوضات هان عندي ما استلمش من الخزينة اي شيء لانه هو بيقبض. كم استلم؟ 290 و150 هاي 440 و80 520 601. إذا المستلم 601. مستلم 601 هيقدر ايش؟ وهنا 600 ايش؟ 1. تعالوا هنا فقط. إذا كان موجود دادا أمين صندوق المقبوضات 601 دينار مرحل إلى الخزينة الرئيسية. إذا هنيجي على الخزينة الرئيسية نكتب بالنسبة للخزينة الرئيسية مقبوض إذا 601 مستلم من صندوق المقبوضات. يكون هنا أمين صندوق المقبوضات سلم المستندات، سلم الكشف هذا الكشف هذا ومستنداته والقيم النقدية المتجمعة لديه ونرحلها إلى خزينة الرئيسية. مدير الخزينة الرئيسية هيقوم باستلام المبلغ، استلام المستندات، استلام الكشف، تدقيقه ومراجعة الكشف وتأكد من صحة. وإذا كمان إذا تطابق رصيد الدفتر والفعل مع بعض فحنكون هنا باحتمال الكشوفات وبكون هنا انتهى دور أمين صندوق المدفوعات والمقبوضات وتتبقى هنا دور أمين مدير غرفة الخزينة الرئيسية إن نقوم بإعداد القيود اليومية اللازمة من واقع المستندات
المؤيد. تمام؟ نيجي هان نعمل تبسيط ونشوف انا ايش في عندنا. عندي اموال لدى خزينة رئيسية. تعال نشوف كم المبلغ عند 3 مليون و300 مليون 300 و40 مليون 300 4 مليون ثاني حسابها كويس 3 مليون و300 3 مليون ثلاثة مليون تسعمية واحد وأربعين ألف ثلاثة مليون تسعمية واحد وأربعين ألف تمام؟ والمتوقع حيكون رصيد. إذا هنا رصيد موحد حيكون الفرق بين الموجود المفروض والمدفوع. اجمع هذول كليتهم طرح منها بدينا بسيط. كم رصيد عندي؟ 3 مليون 311 ألف. تمام؟ هيك بكون أنا عملت حاجتين. عملت قيود اليومية اللازمة المركزية بتصل اليومية المركزي، وعملت كشف الحركة بضل عندنا كشف حركة خزينة المساعد. وإن شاء الله بنعمل دور سوا. إلى هنا إلى هان نقول قد أنهينا حل مثال رقم واحد، وهي المطلوب منا في المثال هذا. طبعا المطلوب مني أعرف كم الأرصدة في كل صندوق، وقديش الرصيد المتبقي في كشف الخزينة الرئيسية، كيف أعمل كشوفات، كيف أعمل قيود محاسبية، وبضل حاجات ثانية حناخذها إن شاء الله في الدروس القادمة.